السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة، ولكن أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن الدورة الشهرية، نعرف حاجات أعتقد إن أنا محدش اتطرق ليها بالشكل دوت ومحدش اتكلم عنها بالشكل دوت خالص. هنبدأ على طول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نعرف يعني إيه الدورة الشهرية. كلمة الدورة معناها حاجة متكررة، حاجة من أول وجديد بشكل دوري، دورة رمضانية، دورة كروية، دور المدارس، هي حاجة دورة. بالنسبة للسيدات بتكون الدورة الشهرية. الدورة الشهرية دي حدث مش بس فترة نزول الدم أو خروج الدم عبر المهبل، دي مرحلة من 4 مراحل اللي هي الدورة الشهرية، وكأن الدورة الشهرية دي بتقعد 28 يوم أو طول الشهر، حرفيا كل شهر وطول الشهر. إيه اللي بيحصل؟ من وانتي بيبي صغننة خالص، حتى وان انت في رحم الام، انت عندك الجهاز التناسلي بتاعك كامل، وانت مستلمه الرحم والاتنين مبيض بتوعك اليمين والشمال، ومستلمه كمان البويضات بتاعتك اللي انت اول ما هتوصلي لسن البلوغ ان شاء الله هتبدا تتاكتف واحده ورا التانيه وتخرج في صوره الحيض. العمليه دي عمليه مركبه جدا ومعقده جدا. يبدا سن البلوغ مثلا من سن 10 11 سنه لحد 16 سنة، ممكن تتأخر، وبيبدأ يحصل إفراز من الغدة النخامية لهرمونين اسمهم ال LH وال FSH، وبيتم انطلاقها عبر الدم إلى المبيض اليمين والشمال، اللي بالتالي بيحفز هرمونين من الرحم اللي هما الاستروجين والبروجسترون. الهرمونات دي كلها بيفعل البويضات بتاعتك. الشكل ده، دي مش البويضات، ده الكيس او الجراب اللي بيحمل البويضة، اجسام تانية كمان ومن ضمنها الجسم الاصفر، لهم مرة واحدة بيتأكدوا، بس هي واحدة بس اللي بيكون عليها الدور او النضوج بتاعها تمام، فبتبدأ الرحلة ان هي تخرج من المبيض. الجراب دوت بيبدأ ينفجر وهي بتخرج مع الجسم الاصفر ناحية اهداب، اللي بتبدأ تشفط البويضة مع الجسم الأصفر، وبيبدأوا رحلة تانية بيزودوا عليها مزيد من التفاعلات الكيميائية، وبيبدأ الجسم الأصفر دوت هو بمثابة الأخ الكبير الحامي للبويضة، بيبدأ إن هو يروح معاها عشان يأمن طريقها، وبيبعت للرحم بيقوموا بإفراز البروجسترون. مش بس كده دوره، لا، هو لو حصل تلقيح ساعتها بيلتصق البويضة في جدار الرحم. دور الجسم الأصفر ان هو بيمنع حدوث الدورة وبيمنع حدوث اي إباضة مرة تانية. في حالة ان مفيش حيوان منوي، بيبدأ الجسم الأصفر في الانكماش لحد ما بيبقاش موجود، بيبقى يحصل له ضمور، وبتبدأ البويضة تخرج بره الرحم عن طريق المهبل وواخده معاها بطانة الرحم. الدم اللي بينزل مبدئيا كده هو من 3 أيام ل7 أيام الماكسيمم بتاعه، وبيكون مقدار معلقتين كبار أكل، معلقتين أكل كبار. طبعا ما بينزلوش كلهم مرة واحدة، من فترة من 3 ل7، ممكن قبل كده ممكن بعد كده، ده يبقى فيه شوية اضطراب في الدورة. هل الدم ده خرج من البويضة؟ لا خالص، إنما الدم ده حصل نتيجة انسلاخ بطانة الرحم أما سقطت، يعني انفصلت عن الجدار بتاع الرحم، فهي البطانة هي اللي نزلت، فهي نزلت بالدم بتاعها، ما حصلش تخصيب، ما حصلش تلقيح، فبالتالي بتنزل مع البويضة. ده المرحلة الأولانية من ال4 مراحل اللي هي مرحلة الحيض. هنقول مثلا الماكسيمم بتبع 7 أيام، بعد ال7 أيام دولت ما بيخلصوا بنبدأ في المرحلة التانية، وهي مرحلة الجريبية. الجريبية ديت بنبدأ تاني نعمل فرز للهرمونات علشان، والبروجسترون كمان، علشان نعمل بطانة جديدة، نمو بطانة رحم جديدة، ونفرش الرحم مكت علشان نستعد للبويضة الجديدة في حالة انه يحصل حمل. ويبدأ الغدة النخامية تفرز ال LH وتفرز ال FSH مرة تانية، وتبعتهم عن طريق مجرى الدم للبويضات اللي بتعمل البروجسترون والاستروجين علشان تنشط البويضات اللي موجودة جوه المبايض. بتفضل العملية دي، حصل التخصيب حلو، ما حصلش بيرجع تاني البويضة بتسقط ومعاها
بطانة الرحم. العملية دي مستمرة لحد ما توصلي لانقطاع الطمس، ده ممكن يبقى في نص الأربعينات، في أواخر الأربعينات، في أوائل الخمسينات على حسب. في حالة حدوث حمل بيكون في جنين، ونقول لك مبروك. كل الأربع مراحل، المرحلة الأولى الحيض، الثانية الجريبية، الثالثة الإباضة، الرابعة الأصفرية اللي هو فترة انتحار أو خلاص الجسم الأصفر أو الحارس الأصفر اللي كان خارج مع البويضة بيبدأ إن هو يحصل له الضمور، والمسلسل اللي احنا حكيناه ده كله بيحصل في 28 يوم، كل شهر بيحصل الكلام دوت. بالنسبة للأسئلة الشائعة، أنا عندي كرامبات كتيرة والدنيا صعب معايا قوي سواء متزوجة أو لأ، يخص بالذكر طبعا الغير متزوجات، انتوا ماما بتقعد تقول لكم اشربوا قرفة وانتوا ما بحبش القرفة. لا، هي فعلا القرفة مفيدة في حاجة زي كده، قرفة والزنجبيل، لأن هو أصلا أثناء الرحم الحاجات دي بتنظف الرحم وبتساعد في إن بطانة الرحم تنزل كاملة ما تسيبش أي أثر، تمام؟ فبتعمل تنظيف هايل من دم الدورة. لو الدنيا صعبة قوي طبعا بتروحي تعملي أشعة وتحاليل و يعني رنين مغناطيسي وتشوفي ايه المشكلة بالظبط، بس هي بتبقى في الغالب بعض المكملات ناقصة، تمام؟ عندنا النهاردة برضو 12 حاجة ممكن تخفف في الدورة، ألم الدورة الشهرية. أول حاجة تناول الكالسيوم 1000 ملي جرام يوميا، ده فعال جدا بتقليل الدورة الشهرية. فيتامين د 5000 وحدة دولية نفس الكلام، فيتامين ه 500 وحدة دولية اللي هو فيتامين اي، ده قبل الدورة بيومين وأول 3 أيام من الدورة، يعني أنا أخده 5 أيام، يومين قبل و3 أيام أثناء الدورة. فيتامين ب 1 ألف آه سوري 100 ملي جرام من فيتامين ب 1 يوميا. أحماض الأوميجا 3 من 1 جرام إلى 2 جرام يوميا، برضو نفس الكلام. عندنا بعض التمرينات المتبعة، عندنا زيت الزيتون البكر، انت لو خدتي معلقة زيت زيتون صغيرة جوجل عدى عليكي شهرين متواصل، دورتين متواصل وانت بتاخدي زيت الزيتون معلقة واحدة، مش هتحسي بأي مشاكل ان شاء الله بإذن الله. اليوجا والتأمل والوغز بالإبر، طبعا في حالات بتضطر ان هي يحصل معاها وغز بالإبر. النوم جيد، وما ترهقيش نفسك، يعني اللي هو انا مش مركزة في حاجة او مش فاكرة حاجة، ما اكيد مش هتفتكري، يعني ما ترهقيش نفسك في الفترة ديت. رقم 12 اللي بقروها انتوا انا مش مقتنعة بيها، او الله اعلم يا حرام ولا لا، بس هذا هو ما وصلنا من داتا عن الموضوع، وان شاء الله باذن الله لو عرفنا اي حاجة تاني نقولها. اوصيكم بالنظافة الشخصية في الفترة ديت والاستحمام اليومي، مش هيحصل لك حاجة ولا جلدك هيسمر ولا هيطلع حب شباب، هي دي اصلا من اعراض الدورة ان انت يطلع لك حب الشباب والحاجات ديت، ده عادي، عيشي سنك مفيش اي مشكلة. الارداف بيحصل عندك فيه تغيرات في الجسد، انت عندك هيحصل فيه تغيرات في الجسم، هتلاقي كتافك اعرضت، هتلاقي فيه بروز في مناطق معينة زي الثدي والارداف، هيحصل عندك الصوت حتى هيتغير، مش هتبقي طفلة اني مور خلاص، شنب اعدادي المعفن. نمو الشعر في الجسم كله وخاصة ظهور الشعر تحت الباط وفي منطقة العانة، بس ده يعني ملخص سريع جدا عن موضوع الدورة الشهرية. هي يعني مش مؤلمة، هي بس كانت محتاجة الواحد يفهمها، هي مش بتألمنا احنا اللي بنتعبها معانا. ها، كان معكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة، ولكن حلقة خفيفة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.